بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوة الكرام، نجدد من اللقاء. راح نتكلم على موضوع كان مجموعة من الأخوة طلبوا لك وشني الماكلة اللي راح تاكل فيها الروح، ولا بالأحرى الناس في الوقت الحالي راهي كامل تعاني من مشكلة العلف الغالي، وفي بعض المناطق ولا مفقود مش غالي برك. والمشاكل تاع الليزوزين اللي راهم يخدموا في العلف مشاكل لا تعد ولا تحصى. دي ماري تخدم بنوع تاع علف مدة معينة، وبعد يقول لك الوزير راه طاح اونطون وراه حبس وراه ما كانش وراه كذا، ارواح انتبه تبدل العلف تدخل فيه مول واحد اخر. زيد اون بليس غالي، الناس عاد اللي ربوا الارانب الاغلبية ابوندوني وقالك عاد ما تخرجناش. لا توصل تعطي الارنب تاع كونسيكون ولا 200 غرام بار جور مع العلف ولا 7000 فرق قنطار، يقول لك راني مانيش راح نصيب روحي، بالتالي راح نخرج خارج خاص. حنا اليوم راح نوريكم حنا كيف رانا نخدم. مش اولا العلف غالي ولا رخيص ماناش معتمدين عليه 100%. علاش؟ اولا ما عندناش ثقه في العلف اللي راهي تخدم في الجزائر مهما كانت النوعيه. ما تقول لي لا تلمسان لا سيم لا نكسر لا خميس الخشنه لا بومرداس، كامل عندهم بيريود تخرج كما نقولوا صبات ملاح صبات ماهوش ملاح. معناتها راك تخدم به في بيريود تاع شهر ولا شهرين يعطيك نتيجه، تروازيام موا اللي خدمتها في شهر ولا ثلاث شهور دوك راه طيحها في ذاك الشهر، يقول لك راه جات صبها تاع علف ماهيش مليح. وهذه رانا ولفناها صايد لان نخدموا بها راه سي بور سا حنا علاش متكلين عليه، نخدموا بالعلف ما نقدروش نستغناو عليه، مي ماناش مبازين عليه بكمية كبيرة. حنا واش رانا درنا؟ درنا بدائل هذه تاع العلف مش بدائل، كلمة بديل نقولوا على حاجة كي راح نيجي منه حاجة نحوها كامل ونديرو بلاصتها حاجة أخرى نسموها بديل. راح نديرو حاجة ندعمو بها العلف نتاعنا. أولا العناصر اللي راها ناقصة في العلف وشاكين فيها رايحين نقدموها في وجبة واحدة أخرى إضافية للعلف. الحاجة الثانية راح نربحو مونتاج واحد آخر رايحين نقصو من الميزان تاع العلف اللي نعطوه للعلف، باه نقتصدو من ناحية العلف. اون بارالي راح نخدمو حاجة اللي فيها واش يحتاج الأرنب وما كانش في العلف. زيد اون بليس دو سا رايحة تسقى منا موان شارع لو واش رايحين نعطوها علف، حتى وكان يكون العلف مليح راح تسقى منا موان شارع. شنو ندير الحاجة؟ حنا نستعملو في خلطة. كاين ناس يقولك أنا نوكل خبز يابس، كاين يقولك نوكل الشعير، كاين يقولك نوكل النخالف. داكور راني معاك، هذا الحوايج كامل تقدر توكل خضرة في روحها، الحشيش هذاك اللي راح تجيب غروندية وتجيب بصلة وتجيب بطاطا وتجيب كذا تقدر توكلهم. مي اكونديسيون لي كونتيتي لازم تكونش كونتيتي كبير، حاجه واحده الاولى. دوزيامون وحده ما تقدرش تبازي، لازم معاك علف مع حوايج اخرى اضافيه. حاجه ثالثه تعتمدو كوجبه اضافيه دعم بها، ما تمدوش كوجبه اساسيه، تبقى الوجبه الاساسيه هي العلف هي العلف، ما تقدرش تغير. بالنسبه لهذه الحاجه اللي راح نخدموها هي شنو؟ اي انسان راح يقدم مثلا احنا خاله ولا راح تقدم شيء، اولا لازم تقدمه في اوروبا خاطئ اوروبا تاع العلف تاعك. مثال اذا كنت انت تعلم في وقت مثلا 8 في الليل ولا بعد المغرب، هذه اوروبا واش راح ديرها؟ راح ديرها في النهار، ديرها في نص النهار، ديرها صباح، ديرها في وقت غير وقت العلف باه الارنب يقدر ياكل في العلف وياكل وياكل. تبقى في اوروبا باه يولفها لك ويكون خاوي كي تعطيها له تحت الماء ياكل. وزيد فوق هذا باه تعامل ما تخليلوش في يد، خاطرش إذا عطيت له روبا نتاع بالليل أوتوماتيكمون من 8 الصباح راح تنوض ما تلقاه خلص على كلش، ويبقى 12 ساعة هو خاوي باه تعاود تلحق له الوقت تاع الروبا زوج. تا واش دير؟ تحسبها له ب 12 ساعة، عطيته اليوم في الليل غدوة صباح تعطي له روبا تاع نخالة ولا شعير ولا خبز يابس. بالنسبة لهذ المكونات اللي راح ديرهم، نخالة طبيعة الحال نعرفوها، الشعير ماذا بيك ما ديروش الشعير كما راه. روح ديه تاع الحاير حيقول لك، حنا نسموه الدش شغل تاع الحاير، ما تعطيهولوش حب كيما راه، لا تعطيهولو حب كيما راه راه يبقى يفوت فيه والاستفادة ما كاين والو. بالنسبة للخبز يابس، إيسي أو ماكسيموم أنك تبيتي الخبز تاع كوشي تاع برا تاع المخبز، وإذا تحتمت عليه استعمل كميات صغيرة ولا خلطو مع النخال. علاه؟ باسكو الخبز تاع المخبزة تلقى فيه الخميرة بزاف، مش كيما الخبز اللي تخدمو في الدار. وراح بطبيعة الحال تيبسو وراح يندقو وراح تعطيهولوش كيما راه، شغل ترجعو كيما ستيل تاع المخضرة ولا حاجة بحال كيما راح نديرو. هذه الوصفة راح نعطو واش نعطولو معاها؟ راح نعطو مجموعة من الأعشاب راح نخدموها حنا وتعطيها للأرنب تاعك. الأعشاب هذي شنو؟ نعطوها لك في ملخص، هي مجموعة من الأعشاب راح تجيب من عند العشاب
اللي بيع العقاقه راح تجيبها من عنده، ميزان باين، تخلط الوصله تاعك، جيبهم كامل ملحيين، ما نقولش تلحي انت وتعب في راك. اذا لقيت مكون ولا ما لقيتوش ملحي عنده، لقيتو حبه ولا لقيتو كذا، راك تحتم تلحيه انت. واذا قدرت راك نورمال تلقاهم كامل ملحيين. تخلطهم، ديرهم في بواتي، تحطهم في دو كوتي، واش راك راح تستعمل في كل ربا ولا في كل كيلو مثلا تاع نخاله ولا تاع شعير، راك راح تستعمل مغرف وحده برك نتاع هذه الاعشاب. ميلونج تاع هذه الاعشاب. هذه الاعشاب من واش تتكون؟ هنايا تعطيكم على حساب كميه، تعطيكم ابيبري واحد 3 كيلو ولا هاك تاع اعشاب، تاع كونتيتي كبيره تاع الوالد. اذا كان انت عندك عدد صغير، ايسي ما تكبرش لا كونتيتي. انا مثلا قلت 250 غرام، وانت ماكش تحتاج كميه كبيره، تقدر مثلا ديفيزي بار 2 ولا بار 3 ولا بار 4. الكميه اللي راني حاطها بها تقدر تخدم الكميه اللي تحتاجها، باش ما تسخنلكش حاجه كبيره. استعمل 250 غرام بصله بودر، بصله اللي نعرفوها نورمال عادي راك تلقاها عند العشاب، ستيل بودر طبرة مرحية. تجيب 250 غرام، 250 غرام ثوم نفس الحالة يكون بودر، 100 غرام زنجبيل، زنجبيل مش تاع الباطل اللي يديروه تاع تاع اللي يشربوه هذاك صاشي، لا لا جيب زنجبيل، راه كاين تلقى بودر مرحي غرض كيما راه تلقاها عند العشاب. 50 غرام غرض، 50 غرام قرض، 50 قول لي ما تكررش، كي قلت 50 دير حسابك. 500 غرام حلبه مرحيه، حلبه ما تجيبهاش حتى تجيبها مرحيه من عندك. 500 غرام فول صويا، ما علا راها حبه نورمال ستيل فول، بصح هي صغيره برك تحس تحس شغل كي يجي البان بيض سموها فول صويا، راح تصيبها عند العشاب. جيب 500 غرام وتكون مرحيه. كالسيوم بشري، كالسيوم بشري شنو نقصدو بيه؟ تروح للفارماسي، صيدليه بشريه اللي نشوف لها في الدول، فارماسي يقولوا يعطيك كالسيوم، يقولوا يعطيه لك ستيل حب، تلقى حب شغل ستيل كيما تاع كاشيات تاع بكري، تلقى ستيل كاشيات، جيب بلاكه تاع كاشيات نحى هذوك الحبات ارحيهم ولا دقهم ولا ضيف وزيد من الوسط تاعك، قيمت بلاك. 4 معالق حبة البرك، حبة البرك، المغرف تاع الماكلة، 4 معالق، ويكونوا تاع حبة برك، ما تجيبش سانوش، كان حاجة راه حبة يسموها كحلة كيما هاك يسموها، كان يقولوا لها حبة البركة، بصح هي راه اسمها سانوش، كان فرق بين سانوش وحبة البركة، راه الشاب يعطيك ديفيرونس بيناتها. جيب 500 غرام حليب بودر، حليب بودر كيما تحب، تحب تروح تجيبه من عند الفيترينير، الحليب بودر تاع ال كيما نقولك تاع البقري، تسبو عند ال عند الفيترينير، تحب تجيب حليب بودر نورمالي راه يتباع في لاليمونتاسيون جينيرال، لحظة كيما نسموها حنا. السبراي ولا ما على بالي، هما حليب بودر 100 غرام ينسو عادي، ينسو راك تسيبو حب صغير قليل بها تسيبو ملح، إذا قدرت ترحيها الحيف لأنه مش تقدر تستعمل باسكو الحبة تاعها صغيرة. 250 غرام سواك هما متقاعد العشاء، وإذا ما صبتوش تقدر تستغنى عليه، وإذا صبتو أعراف وقدرت تقدر عرف كيما حنا تاع صجرة وقدرت ترحيه ارحيه. 300 غرام كراوية، ركز لي على كلمة كراوية 300 غرام راه كونتيتي تاعها كبيرة في الشهر تحتاجها بزاف. هادو بالنسبة للمكونات تاع خلطة الأعشاب، خلطة الأعشاب هادو ديرهم في بواتي تخلطهم با يكونوا كامل ملحيين، راح يعطوك مكون كيما يعطوك مكون كيما هذا اللي راك رايح تستعملو في الوجبة الإضافية اللي راك راح تعطيها لولدك. كيف راح تستعملو؟ طريقة الاستعمال، جيب مثلا نقولوا هذه نخالة، جبت نخالة هذه راح نعطي منها الرون بتاعي، مش راح نعطي كيلو ولا الرون، مش أنا بعطيها كيف، قلت لكم طريقة كذا راح تفيد لك. هذه نخالة، جيب كيلو ولا جبت خبز يابس ولا شعير، أنا أعطيتكم مثال هنا مثلا نستعمل في النخالة، واش راح دير؟ جيب مغرف نتاع أعشاب، ديرها على النخالة اللي راك خدمتها، وتخلط، تو سيمبل، حاجة بسيطة سهلة. خلطها مليح باه لا بودر تاع الاعشاب هذه تميلونجا مليح مع المكونات تاع النخال، تاع الالمونيا يكون النخال لازم يلقى الاعشاب معاه. كاين بعض الناس يقول لك هنايا كي تعود له مثلا النخاله رطبه بزاف ولا الخبز يابس رطب بزاف واش يصرى في تعود شغل غير قبره، قبره يقول تضر له الارنب تعود ياكل فيها تدخل له في النيف تاعه تضر هنا ايسي. اذا لقيت انت كاين القبره وخفت على الارنب تاعك جيب اخاخ تاعنا وبخخ عليها شويه ما كيما هاك خلاص ما تعودش معجن بخخ برك شغل باه العقاقير هذه تحكم لك في الحلو.
ومن بعد واش تعطيك كل ارنب تعطي له في الروبه تاعو مغرف ولا زوج على حساب لاج تاعو. بالنسبه للوان الصغار راح تعطي له مغرف، وبالنسبه للوان الكبار في زابديو راح تعطي له زوج مغارف كيما في روبا اللي قلنا ديرها صباع. هذه بالنسبه للمكونات تاع الروبا هذه. فوائد ما عندناش نحكيلكم، هذون المكونات اللي عطيناهم هما اللي يحكوكم على الفوائد تاع ديالك تتسال. بالنسبه للاضافات عندنا بعض الاضافات نزيدوها. كيف نزيدوها؟ هنا خصني نتخطط العشاء في بواتي اوتوماتيك مانيك فرح نوكل. جيت اليوم مثلا راح نوكل في الوان بتاعي، واش ندير؟ نبدا بريميرمون بلي في المال تاعي بالاخص اللي يكونوا عشر اللي بحبهم نعطي لهم الروبا هذه ونروح للمال تاعي. تبقى لي مثلا بارتي تاع اونغريسمون مثلا جرا، هذا اونغريسمون حاب نفرصيهم شويه نقدر نزيد مكونات في الاعشاب نتاعي باه نزيد نطلع لهم في الميزان. خاطرش لن كتعود بحضانها ماهيش هي وجار راح تسمنها ماكله ماهيش كيف كيف، هذه واش تحتاج واش يحتاج ماهمش كيف كيف. هنا قلت مثلا 300 غرام كرويه، الكرويه معروفه عند البشر مش عند الحيوانات، بالنسبه للبشر يستعملوها يقول لك تزيد الحليب، معناتها ان كانت عندك في مال راهي تربى ولا راها عشره راح على ميلاد راح تزيد الشغل تعاونها باه تخدم الحليب. كملت لي في المال تاعي، نروح للمال واش ندير؟ مثلا الجرام تاعي راني نخدم فيها مونغريس، واش رايح نزيد؟ نزيد كمون، كمون تصيبو على العقار مالك، مغرف تاع كمون، جيب مغرف وتزيد، أنا خدمت الخلطة تاعي هذي، واش راني درت؟ نروح نوكل لي في المال قبل هما الأولين، كملت لي في المال واش ندير؟ نروح نجيب مغرف تاع كمون ونزيد هذا الخليط هذا نعاود نخلطها، شغل يعود لي، مخالة مع الأعشاب وزيد مغرف تاع كمون، خلطها ونعطي الجرام تاعي. داكو هذا برومي جور، نروح مثلا دو ولا تروا جور واش ندير؟ نمشي عادي ما نزيدش كمون. بعد مثلا كاتريام جور واش ندير؟ نبدا دائما كيما قلت الاعشاب نعطي لي في مال، بعد كي نروح للجرا لونغ ريسمون واش ندير؟ نجيب مقرف تاع شيح، نجيب شيح يابس تقو تنحيه كامل يعود غبره وتهز مغرف وتزيدها وتعطي الجرا تاعك. زيد نفس السيستم تمشي دو تروا دو ولا تروا جور وبعد واش دير؟ تنح الشيح ما تدخلش الشيح، تروح تدخل كركم. ومن بعد كاتريام فوا دخل لوبان مر، لوبان مر راك تصبو من الحليب وتسيبو على الشيح. كاين تلقى حلو وكاين تلقى مر، هو سيميو انك دير. عندك هذو لي كومبوزون اللي قلنا عليهم اللي هما كمون وشيح وكركم ولوبان مر، انا راح نزيدهم في الروبا قلنا نجرى في الكا لونغريسمون. غاية عامية للعشاء. من الحوايج السي ما ديرهمش تعطيهمش اللي في المال يعودوا بحبع. نظن كيما هاكا رانا وفينا عطيناكم وصفة الأعشاب، يعطيكم كسبوها ماركيها في ورقة وسي تخدمها وجرب راه راح تعطيك نتيجة. هذي راه الناس كانوا تخدم الخلطة كي تجي ندير في فيديو إن شاء الله في المستقبل، راني راح نستعمل هذه الخلطة في حوايج أخرى. كي نقول خلطة الأعشاب ما كانش يسقسني يقولوا شنو هذي البطاطا اللي راك تجبد فيها ودير منها واش رافيها. من هذا الفيديو معناتها نورمال ممكن نقول لكم الخلطه نتاع الاعشاب هي هذه، هذه اللي رانا خدمناها. باش كاين فيديوهات راح نستعملوها بزاف حوايج هذه الخلطه، مش راح نستعملوها في الماكله برك. واش نقول لكم؟ ربي يعاونكم، ما نوصفكمش، ديروا لي جيم لي كومونتير عندكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلكم كل مره حاجه جديده. واي انسان عنده ملاحظه يقدمها لنا، حنا ثاني باه نطوروا لكم شويه في القناه ونطوروا لكم في المعلومات. اللي عنده استفسار ولا عنده موضوع حاب نحكوا فيه يتفضل، رانا في الخدمه، وسائل الاتصال كم راهي متوفره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.